والله يا كابتن ماجد مش عارفين نشكرك ازاي. انت اول واحد تعلمنا حاجة على الجزيرة دي. زي ما قال المثل الصيني، لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف اصطاد. يا جماعة انا تحت امركم، انا هنا عشان خدمتكم. اهم حاجة في الصيد يا جماعة وعشان تعرفوا تصطادوا لازم تبقوا هاديين جدا. انا اذكر سنة 2013. ما تخلصنا يا عم قدورة بقى، هتجيب لنا السمك ولا نروح نشتري من بره؟ انت ازاي تتكلم معايا المنظر ده؟ اصل انت غريب قوي، عمال تقول لي السمك قالك، السمك عادلك، السمك اصلا. لا ده انت زودتها قوي. والله يا سعاده البيباله معلش حاجه يا كابتن. معلش يا كابتن، اصل ده لازم تعامله معامله خاصه. اشمعنى؟ لانه هو عنده التصاق في الشخصيه. ايه؟ التصاق في الشخصيه يعني هو شخصيتين في شخص واحد، زي كده لما بيبقى في عرض في السوبر ماركت، واحد طيب واحد شرير. والله ساعدتك زي ما بتقول لك كده، معلش انا اسف والله ما انا ده فرج. طيب بس ايه ده، امال مين حضرتك؟ فرج. شوف. طيب يا جماعه نبدا نتعرف على الصيد. انا عايز اقول لكم على حاجه يا جماعه مش هتصدقوها خالص. تخيلوا ان الرمح ده معمول من فروع الشجر. الله الله على الحكمة. حكمة ايه يا ابني؟ ما احنا عارفين، امال يعني معمول من العجوة؟ على فكرة يا كابتن ماجد الرمح ده احنا اللي عاملينه، ما احنا حاولنا نصطاد قبل كده بس فشلوا. هما مين اللي فشلوا؟ هما فشلوا. وانت؟ انا كنت معاهم بشجعهم وهم بيفشلوا. ماشي. أهم حاجة يا جماعة في الصيد نبقى هاديين زي ما قلنا. ما نبقاش مستعجلين، وكل همنا وكل اللي بنفكر فيه إن احنا نصطاد، كأننا ناس جعانة عايزة تصطاد عشان تاكل وبس. هو مش كأننا، احنا فعلا جعانين وسهرانين وعايزين ناكل. هنا بقى المشكلة، هنا المشكلة. يا جماعة لازم تستمتعوا بالصيد، وبعد ما تستمتعوا بالصيد تبدأوا تحضروا روح الصياد. ايه يا كابتن اللي بتقوله دوت؟ أنا ما كنتش فاكرة إن أنت بتؤمن بالحاجات دي. هو احنا طلبنا منك ايه يعني؟ احنا بنقول لك عايزين ناكل، هتخلينا نعمل حاجه حرام؟ حرام عليك، احنا لازم ناكل لقمتنا بالحلال. طب افرض بقى عفريت البحر لبسنا. بس حلوه عفريت البحر دي مع شويه ليمون وكمون بتبقى سكر. اسكت انت. ليمون ايه وكمون ايه؟ ايه الكلام الكتير اللي انت قلتيه ده؟ اه معلش، هي جنيه دايما تعيش في جو الانسانيات، عامله زي الاستاذ امينه رزق كده. سيبك.